السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، بمناسبة حلول العشر الأواخر من رمضان، يسرنا أن نهنئ المسلمين جميعاً لا سيما من إخواننا المعتمرين والمصلين والركع السجود في هذا الحرم المبارك. ولا شك أنها نعمة عظمى حلول وبلوغ العشر الأواخر من رمضان، نعمة من الله جل وعلا على عباده، فينبغي علينا أن نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على أن نسأ في أعمارنا وآثارنا حتى بلغنا هذه العشر الأواخر المباركة المتوجة بشرف المكان في بيت الله الحرام، وبشرف الزمان في هذه العشر المباركة التي لها من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها من أيام الشهر الكريم، فهي شهر العتق من النار، أيام مباركة فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. وهذا فيه دلالة على أهمية التشمير والمبادرة والمسارعة والمسابقة إلى اغتنام أيام وليالي هذا الشهر المبارك. ونحن في هذا المكان البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وجعله أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين، علينا جميعا أيها الإخوة في الله أن نعظم هذا البيت وأن نقدره ونقدره حق قدره. وإن من تعظيم شعائر الله عز وجل تعظيم هذا البيت المبارك، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فينبغي للعبد وللزائر ولقاصد الحرم الشريف أن يكون مخلصا لله عز وجل في أدائه لهذه العبادات العظيمة، وأن يتحلى باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة الحسنة والقدوة العظيمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وينبغي للمسلم أن يحرص على أداء العبادة في هذا الحرم الشريف دون إيذاء لإخوانه المسلمين، يحرص على اتباع الأنظمة والتعليمات والتوجيهات، ولا سيما في رعاية أمن هذا البيت المقدس وسلامة قاصديه. فالإنسان في هذا البيت مقدر ومحترم بصفة خاصة، وهو مقدر ومحترم بصفة عامة. وينبغي إذا أم هذا البيت أن يعلم أنه يأتي مع إخوانه المسلمين في مقام الأخوة في الله عز وجل والمحبة فيه سبحانه، فلا يؤذيهم بأي أنواع من الأذى، ويحرص على نظافة هذا البيت وصيانته وتطهيره كما أمر الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وهنا يلاحظ أن الطائفين مقدمون على المصلين والركع السجود، ولهذا فنحن نحرص في هذا الحرم الشريف أن نعطي الفرصة لإخواننا المعتمرين
والطائفين، وأن يخلى صحن المطاف لهم. والإخوة المصلون يجدون في أدوار هذا الحرم بفضل الله ومنه المكان الواسع، لا سيما في التوسعة السعودية الثالثة. وينبغي أيها الإخوة علينا جميعاً أن نتعاون مع الجهات المسؤولة ومع الجهات الأمنية على سبيل الخصوص فيما يتعلق بأمن هذا البيت وسلامة قاصديه. كذلك رسالة نوجهها لأختنا المسلمة التي تؤم هذا البيت لتصلي فيه، فهي على خير وأجر عظيم، لكن عليها أن تحرص أن تتأدب بآداب الحرم بحجابها وعفافها وحيائها وحشمتها وعدم اختلاطها بالرجال، وأن تصلي في الأماكن المخصصة للنساء في أواخر صفوف الحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، أي متبذلات غير متعطرات ولا متبرجات بزينة، لأنها تريد العبادة وتريد أن تؤدي الطاعة على ما شرع الله سبحانه وتعالى وسن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لفتة إلى إخوتنا المعتكفين، تقبل الله منا ومنهم الاعتكاف وسائر الأعمال، أن يحرصوا على فقه الاعتكاف والالتزام بآدابه، وأن يشغلوا أنفسهم بطاعة الله عز وجل، ولا ينشغلوا بالهواتف المحمولة أو التصوير أو إشغال المصلين في الحرم بمثل هذه الأمور الجانبية. وعليهم أيضاً أن يحرصوا على الاعتكاف في المكان المخصص للاعتكاف، وهو في الحرم الشريف في قبو الحرم. والحرص من ولاة الأمر وفقهم الله على أن تكون منظومة الخدمات متكاملة لقاصد الحرم الشريف، فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء، وإننا لنرفع لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وللمسلمين جميعا التهنئة مضمخة بوافر الدعاء ومضوعة بعاطر الشكر والثناء، أن من الله علينا بحلول هذه العشر المباركة، والله الله في اغتنامها واغتنام ليلة القدر، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الله الله أيها الإخوة، في البدار فقد تصرمت أيام هذا الشهر وقوضت خيامه، فعلينا بحسن الختام والوداع والحرص على الدعاء، أن نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يمن علينا بالقبول والعتق من النار، فهو عفو يحب العفو، ونسأله أن يعفو عنا في هذه الأيام المباركة. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أريت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وهو دعاء جامع. كذلك نحرص على الدعاء بالعتق من النار، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين، وأن يحفظ أمنها وسلامتها، وأن يرد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين، فهي قبلة المسلمين ومهوى أفئدة المسلمين جميعا. وكذلك الدعاء بصلاح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرفع الله عنهم الفتن والمحن، وأن يحقن دماءهم، وأن ينصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. أيها الإخوة في الله، عشر مباركة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ونفيدكم أن صلاة القيام والتهجد ستقام بإذن الله في تمام الساعة 12:45 أي الساعة
إلا ربعا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ومن علينا وعليكم بالقبول والعتق من النار، ووفق ولاة أمرنا إلى ما فيه الخير والسداد، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين وعما يقدمون للحرمين الشريفين وقاصديهما خير الجزاء، وجعل الله ذلك في موازين أعمالهم الصالحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.